مرحبا، اليوم رح أعمل لكم شيء اللي هو تنظيف الكرشة. عارف في منكم ممكن ما يحب هذا الشيء، بس في ناس لا بتحب هذا الشيء ومهتمة بهذا الشيء. طبعا المي هون بتغلي، أنا طبعا عندي كمية بحط كربوني، طبعا أنا شلت منه الوسخ بطلع عليها شو بقدر منين اقسمها او منين افتحها عادي، بعدين بس انظفها. طبعا يسلم الكثير اللي علمتني عليها، انا هلا بدوري بدي اعلمكم عليها كيف بتصير. حنطيكم جزء منها كيف تنعمل. هي هيك باجي يا دوب هيك، بسم الله، شايفين ما احلاها، بيطلع سرها بالكربوني دغري بيطلع. طبعا انا الباقي كله راح اعمله وافرجيكم اياه كيف كمان مقطع ثاني فيديو كيف بصير ابيض، شو كيف بتطلع كل سهوله. وبكمل هاي وجزء جزء من اشياءها راح افرجيكم اياها. وصحتين على قلبكم.